النيرف اللي بعد كده اللي هم مجموعة النيرفس اللي اسمها لاست فور كرينيال نيرفس، 9 و10 و11 و12 كرينيال نيرفس. القصة بتاعتهم لهم مسار مشترك، مسار محدد ومعروف متشابه بين الأربعة كرينيال نيرفس في أجزاء كتيرة منه، علشان كده احنا بنرسم لهم رسمة واحدة تجمعهم مع بعض ونعيد تفصيلهم فيما بعد. ده المندبل، ورا المندبل بشوية هنجد الماستويد بروسس، طالع من الميديال سايد اوف ذا ماستويد بروسس، في حيثما يوجد نوتش اسمه ماستويد نوتش او دايجستريك نوتش، طلع العضله اللي اسمها البوستيريور بيلي اوف دايجستريك اللي كانت اتحدت مع الانتيريور بيلي اوف ذا دايجستريك بالانترميديت تندون فوق مباشره الهايويد بون. بعد كده انا عندي ان فرونت اوف ذا ماستويد بروسيس هنجد الستايلود بروسيس، وخارج منه ماسك في عدد 5 ستراكشرز، بعض منهم كان ماسلز والبعض منها كان ليجامنتس بيسموها ستايلويد اباريتاس، فهنا دي اسمه ستايلويد بروسيس اند ستايلويد اباريتاس الستراكشرز اللي ماسكه فيه. طالع من نازل من المندبل ورايح للهايود بون المايلو هايويد ماسل، وخارج من الهايود بون رايح للطنج اللي عدى على الميديال سيرفيس او انسايد ذا ماندبل الهايوجلوسس ماسل. طيب ادي الجاجولار فورامن، ومن الجاجولار فورامن كان بينزل الفين الشهيره المعروف باسم الانترنال جاجولار فين، ده جاي من فوق لتحت في نفس التوقيت، كان الكومن كاروتيد ارتري جاي من تحت لفوق وتفرع لفرعين اتنين، الانترنال كاروتيد ارتري اللي ماشي ان لاين مع الكومن كاروتيد ودخل في الكنال اللي اسمها كاروتيد كنال، اما الثاني فكان الاكسترنال كاروتيد ارتري وده اللي كان مشي على بيهايند ذا انجل اوف ماندبل وانتهى بيهايند ات ذا ميدل سايد اوف اتس نيك، بنتفرع للفرعين بتوعه. طيب يجمع الانترنال كاروتيد والانترنال جيجولار ثم الكومن كاروتيد والانترنال جيجولار تيوبيولار شيس مصنوع من الديب فاشيا اوف زينك اسمه الكاروتيد شيس. بداخل الكاروتيد شيس ده كان بيمشم اخر اربعه كرينيال نيرفس هنبتدي بيهم الان برقم اول واحد فيهم اللي هو التاسع. الناينس كرينيال نيرف اللي اسمه الجلوسوفارينجيال نيرف جاي منين؟ لو ديب اوريجين جاي من جزء من البرين ستيم، جذع المخ اللي اسمه برين ستيم، جاي من بارت اسمه مضله اوبلونجاتا. هيدخل النيرف يمشي مسار، المسار ده هنكرره مع بقيه الكرينال نيرفز، ارجو انكم تاخدوا بالكم منه. اول ما يدخل في الجاجلر فورامن، وبعد ما يعدي في الجاجلر فورامن هيصل الى داخل الكاروتيد شيز زي ما انا بشاور بالرسم. inside the carotid sheath هيمشي deep to the structures attached to the styloid process، يعني هيمشي deep للستايلويد بروسيس والستراكشرز اللي ماشي متصله بيه اللي هي الستايلويد ابيليتاس، ثم يمشي deep to the posterior belly of digastric، ثم يغادر الكاروتيد شيث بمروره بين it passes between the internal carotid and external carotid، ثم يدخل بين عضلتين من عضلات الكونستريكتورز اوف ذا فارينكس، ثم يمشي يتسحب على الديب سايد على الميديال سايد على الانر اسبكت اوف ذا هايوجلوسس وينتهي في البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج. ده كان الجلوسوفارينجيال نيرف اللي هو كرينيال نيرف رقم 9. النيرف العاشر اللي هو الفيجاس نيرف، وهنتكلم ليه سموه فيجاس بعد كده. الفيجاس نيرف هيمشي مسار مشابه الى حد كبير، هكرر نفس الكلام بطريقه اخرى. الفيجاس نيرف شوفوا الرسمه بتاعته، همسحها وارسمها تاني، ده الفيجاس نيرف نفس المشوار اللي مشيه الجلوسوفارينجيال نيرف في الجزء الاول منه، دخل من ايوه الجاجولار فورامن انسايد ذا بالظبط الكاروتيد شيث، مشي ديب تو ذا ستايلويد بروسيس اند ستراكشرز اتاشت ليه، ثم مشي ديب لي البوستيريور بلي اوف ذا جاستريك وكمل طريقه ان بتوين اند بيهايند ذا تو بيج فيزلز انسايد ذا كاروتيد شيز اللي هم الانترنال جاجلر والانترنال كاروتيد من فوق والانترنال جاجلر والكومن كاروتيد من تحت، ثم يصل الى السوركس وهنحكي القصه بتاعته بعد كده في السوركس.
ده نيرف رقم 10 كرينيال اللي اسمه الفيجاس. النيرف اللي بعد كده اللي هو رقم 11 كرينيال اللي اسمه الاكسسوري، نفس المسار هيطلع من نفس المكان اللي طلع منه من الفيجاس واللي طلع منه الجلوسوفارينجال اللي هو المدلة اوبلونجاتا اوف ذا برين ستيم، من منطقة النخاع المستطيل في جذع المخ. هيغادر الديب اوريجين بتاعه ويغادر البرين ويغادر السكال عن طريق بالظبط الجاجولار فورامين زيه زي الفيجاس وزيه كمان زي الجلوسوفارينجال، يدخل للكاروتيتشيس deep to the styloid process and the structures attached to it، ينزل downwards deep to the posterior belly of the gastric، ينزل downwards ويفضل انه يغادر الشيس عن طريق انه يعمل crossing backwards crossing over متجها backwards على الانترنال جاجولار فين. من الرسم ديت هيبين لنا حقيقتين في منتهى الاهميه. الفيجاس نيرف كان ماشي نيوترال متعادل، لا له علاقه بده بالارتري ولا فين، ماشي ان بتوين اند بايند في خط مستقيم. اما الاكسسوري نيرف فالاكسسوري نيرف كان ماشي منحاز الى جانب الفين. اما الجلوسوفارينجال نيرف فانحاز الى جانب الارتريز. نفسي اقول حاجه بخصوص الاكسسوري نيرف. الاكسسوري نيرف هو خارج، في الحقيقه ما كانش خارج، الجزء اللي حكيت عنه هو الكرينيال بارت اللي كان خارج من المدله اوبلونجاتا، الا انه كان له انذر بارت او انذر روت كان جاي من ورا، كان جاي من الابر 5 او الابر 6 سيرفيكال سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، طلعوا مع بعض عملوا روت واحد، الروت ده اسمه سباينال روت، اتحد مع الكرينيال روت، الكرينيال روت اللي جاي من المدله اوبلونجاتا، وعملوا الاكسسوري نيرف المشترك المتحد المكون من التو روتس هو ده اللي دخل في الجاجولار فورامين. لما دخل في الجاجولار فورامين مباشره مشي لمسافه ثم ترك الكاروتيد شيز، مشي المسافه دخل الكاروتيد شيز والمشوار اللي حكينا عليه من شويه ثم غادر الكاروتيد شيز. بس اللي غادر مش كل الاكسسوري نيرف، ده السباينال روت رجع لورا تاني للمكان اللي طلع منه السباينال روت، مكان البيجيننج بتاعه. اما الكرينيال روت فكان اتوزع مع من خلال برانشات الفيجاس نيرف ومشي مع الفارينجال برانشز اوف ذا فيجاس نيرف. العصب اللي بعد كده اللي اسمه الاكسسوري اللي اسمه الهايبوجلوسال نيرف. الهايبوجلوسال نيرف اللي هو الكرينيال رقم 12 خارج من المضله لو ديب اوريجين اللي هي المضله اوبلونجاتا اوف ذا برين ستيم، غادرها عن طريق انتيريور كوندايلر فورامين، مشي عمل سبايرال تيرن لفه حلزونيه حوالين الفيجاس نيرف، ملوش علاقه بالجاجلر فورامين، ده دخل الكاروتيد شيس، مشي ديب تو ذا ستايلود بروسيس اند ستراكشرز اتاتشد تو ات، ومشي ايضا ديب تو ذا بوستيريور بلي اوف ذا جاستريك، الا انه في الحقيقه فضل انه يغادر الشيس زيه زي مين؟ زي 9 و11، غادر الشيس بس المره دي معدي على الاتي، معدي على الاكسترنال كاروتيد واول برانشز طالع منه، الانترنال كاروتيد الاول ثم يعدي على الاكسترنال كاروتيد واول برانشات خارجه منه، ثم يمشي مسار فوق الهايويد بون سوبرفيشال تو ذا هايوجلوسس ديب لحاجتين اتنين، ديب تو ذا بوستيبل اوف ذا جاستريك اند ديب تو ذا انترميديات تندون اوف ات، ويدخل ديب للمايلوهايويد ويتوزع للماسلز اوف ذا تانج حيثما تتغذى بيه. ده كان ملخص سريع للبرانشز او اللاست فور كرينيال نيرفس، ملخص سريع للكورس، ونلاحظ ان الكورس اللي فوق مستوى البصير بيلي اوف دايجاستريك كان كورس مشترك بين هذه الاربعه كرينيال نيرفس. اما تحت مستوى البصير بيلي اوف دايجاستريك فالترمينيشن بتاعهم اختلف، الفيجاس نيرف مشي على طول من غير ما يعمل كروسنج لاي حد، السباينال روت of the accessory nerve انحاز الى جانب الانترنال جيجلر وعدى من عليه وصل الى الخلف. اما تسعه التاسع اللي هو الجلوسوفارينيال فانحاز الى الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد ومشي ان بتوين ذم في طريقه الى الفارينكس والبوستيريور وان سيرد اوف ذا تانج.
اما ال 12 اللي هو الهايبوجلوسال فانحاز فعلا هو كمان الارتيريال سايد وعدى ان فرونت او كروسز اوفر ذا انترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد والبرانشن بتاعته، وبعد كده مشي مساره الطويل لحد ما وصل الى الماسلز اوف ذا تانج. طيب احنا هنبتدي ناخدهم واحد واحد ونفصله بتفصيل اكتر شوية. رقم واحد هنا الجلوسوفرينجيال، رقم واحد في مجموعة الاربعة لاست كرينيال نيرفز اللي هو الجلوسوفرينجيال نيرف. هنرسم الخريطة اللي هيتحرك عليها هذا النيرف. واضح من اسمه ان جزء منه رايح للتانج وجزء منه رايح للماوس، والباقي هيغذي ايه؟ هيغذي ايضا structures related، لكن الجزء الكبير كان للتانج وكان للفارينكس. الخريطة بتاعتنا اللي هيمشي عليها الجلوسوفرينجيال نيرف كانت تشمل الاتي: الهيويد بون، الهيويد بون فوق منها شوية المندبل ثم التانج. يصل الهيويد بون بالتانج عضلة اسمها هايوجلوسس ماسل من عضلات السبمانديبولار ريجون اللي كانت كونت الفلور اوف ذا دايجستريك ترينجل. هنا كان في عضلتين من عضلات الفارينكس بيسوم كونستريكتور ماسلز، اللي هيظهر عندي في الصوره السبيرو كونستريكتور والميدل كونستريكتور. الانفيرور تحت شويه ملهاش علاقه بموضوعنا اللي هو الجلوسوفارينجيال نيرف. بين السبيرو كونستريكتور وبين الميدل كونستريكتور في فتحه صغيره موجوده اسمها فارينجيال جاب، احد اربع فارينجيال جابس توجد بين الكونستريكتور ماسلز اوف ذا وول اوف ذا فارينكس. بعد كده انا كان عندي ده ستايلويد بروسس وكان في عضلتين اتنين خارجين منه، عضله رايحه للتانج اسمها ستايلو جلوسس وعضله رايحه للفارينكس اسمها ستايلو فارينجياس. ده كان الانترنال كاروتيد ارتري وهو في طريقه الى البيس اوف ذا سكال بيدخل في الكاروتيد كانال. هيظهر هنا عندي الاكسترنال كاروتيد ارتري الانذر برانش اللي كان خارج من الكومن كاروتيد ارتري. بعد كده الجاجولار فورامين والفين اللي خارج منه اللي اسمه انترنال جاجولار فين. المنظر ده سايد فيو عاوز اتعرض فيه. انا شلت البونز علشان نشوف الكورس بتاع الجلوسوفارينجيال من قرب شويه. ادي الانترنال جاجولار من بره ريليتد لاترالي تو ذا انترنال كاروتيد ارتري. ده الانترنال كاروتيد وده الاكسترنال كاروتيد بينهم جاب. دي الميدل كونستريكتور السوير كونستريكتور والميدل كونستريكتور وبينهم ايضا جاب. نشوف الجلوسوفارينجيال جاي ازاي. جاي من الجاجلر فورامن ديب تو ذا ستايلويد بروسس، دخل الكاروتيد شيس، شوفوا ماشي ازاي اهو، مشي نفس المسار وطلع بين الانترنال كاروتيد وبين الاكسترنال كاروتيد ودخل بين ذا سوبيريور كونستريكتور اند ميدل كونستريكتور، ثم عدى ديب للهايوجلوسس ماسل علشان يصل للبوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج. هذا المسار هيفكرنا بقصه انسانيه هحكيها بعد شويه من قصص الحياه. هنتكلم دلوقتي على البرانشز اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف. نرسم الخريطه بتاعتنا. الجاجولار فورامين، الجاجولار فورامين ده كان قاعد هو عباره عن فتحه في ديبريشن كبيره اسمها جاجولار فوسا. في الانتيرور وول بتاعنا كان توجد ماينيوت اوبننج اسمها تيمبانيك كاناليكولاس. قدام الجاجولار فورامين كان في الميدل اير كافيتي اللي كانت قاعده في البيتروس بارت اوف تيمبرال بون. دي البيتروس بارت اوف تيمبرال بون انا مش راسمها، انا من راسم جزء منها اللي هو الميدل اير كافيتي. في البيتروس بارت اوف تيمبرال بون كان في فتحه صغيره اسمها ليسر بتروزال هياتس. قدام شويه هنجد الفتحه الشهيره المعروفه باسم الفورامن اوفال. دي مش موجوده في البيتروس بارت اوف تيمبرال بون، دي موجوده في العظمه اللي قدام البيتروس بارت اوف تيمبرال بون اللي هي كانت الجريتر وينج اوف سفينويد بون. الفورامن اوفال كان تحتيه بشويه كان هنجد منطقة الانفرا تيمبرال ريجون ودي كانت الاوتيك جانجليون. قدام منها بشوية او بره منها هنجد الباروتيد جلاند. تحت شوية هنجد عندي التانج، ورا التانج في عندي البالاتاين تونسل، من تحت كان في عندي جاي الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد ارتريز. دي كانت الخريطة الاورجانز طبوغرافيا المنطقة
شاملة كل الأورجانز اللي هيغذيها، تقريبا الجلوسوفارينجيال نيرف، الكرينيال نيرف رقم 9. دي كانت البودي الكونستريكتور ماسل، وانا تخليتها عن السبيل الكونستريكتور لانها هتغطي على اجزاء من الرسمة انا مش محتاجها. جاي عندي الجلوسوفارينجيال نيرف، مش الكورس بتاعه اللي حكينا عليه قبل كده واللي هعمل مراجعة سريعة عليه، من الجاجلر فورامن للكاروتيد شيس، عدى in between the internal and carotid way internal jugular، مش in between the internal carotid and external carotid، مش in between الجاب اللي between the middle constrictor and superior constrictor، لحد ما وصل في النهاية في طريقه الى الطنج. تعالوا نشوف البرانشز اللي خارجة منه، ناخدهم بالترتيب. قبل ما يدخل للجاجلر فورامن وهو inside the cranial cavity، اداني sensory branch غزة المنينجيس of the posterior cranial fossa. البرين كفرنج اللي اسمه المنينجيس بيتغذى بالكرينيال نيرفز. واحد من البرانشز كان جاي من الجلوسوفارينجيال نيرف وهو لسه في مكان خروجه من البوستيريور كرينيال فوسا قبل ما يدخل للجاجولار فورامن. دخل للجاجولار فورامن، هو في الجاجولار فوسا كان اداني برانش، البرانش ده هو يعني هنرسمه تاني كده. البرانش ده هيمشي مسار لولبي، مسار طويل من اجل انه يصل للباروتيد جلاند. البرانش ده ما كانش سينسوزرال زي المنينجيال برانش، البرانش ده كان باراسيمباثيتك. جاي منين؟ جاي من الانفيريور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف، وهيدخل هو في الجاجلر فوسا، هيدخل للتمبانيك كاناليكولاس فيسموه تمبانيك برانش. هيمشي هذا المسار لحد ما يصل الى الميدل اير كافيتي، هيصطدم بالميدل اير كافيتي اللي هي عظمه هيتكسر اللي فيها ويعمل بليكسس يسموها تمبانيك بليكسس، وهيخرج منها مصابا من هذا الحادث عن طريق فتحه صغيره اسمها ليسر بتروزال هياتس. يقرر ان هو يترك هذه المنطقه تماما، هيغير اسمه وهيغير مكانه من تمبانيك برانش الى ليسر سوبرفيشيال بتروزال نيرف، غادر الميدل اير كافيتي عن طريق الليسر بتروزال هياتس، وقال انا هسيب المنطقه دي تماما والجا لمنطقه جديده ما فيهاش حوادث. راح لمنطقه جديده هي الانفرا تمبورال ريجون، دخلها عن طريق الفورامن اوفال. في الفورامن اوفال هيصل الى الاوتيك جانجليون بعد ما يعدي كابري جانجليونيك روت، وهنا هيعمل ريلي ويطلع البوست جانجليونيك برانش، البوست جانجليونيك من الاوتيك جانجليون اللي كان البري جانجليونيك بتاعه ليسر سوبرفيشال بتروزال، هيطلع البوست جانجليونيك يصل الى الباروتيد جلاند. بس هل يا ترى هيصل بمفرده؟ في الحقيقه بعد المشوار ده والحوادث اللي تعرض لها، الكسور وتغيير اسمه، اضطر انه يركب تاكسي عشان يصل الى الباروتيد جلاند. التاكسي ده قلناه قبل كده بالظبط زي ما انتم قلتم، هو الاوريكولو تمبورال نيرف سنسور برانش اللي كان خارج من المانديبولار نيرف وكان واصل لجزء في مساره معدي على الباروتيد جلاند، هيشيل البوست جانجليونيك روت اوف ذا اوتيك جانجليون اللي كان اصله ليسر بتروزال، وهيخرج يغذي الماي اوبيسيليال سيلز اللي محيطه بالاسيناي اوف ذا باروتيد جلاند، وهيغذيها بباراسمباثيتك انرفيشن من اجل انه يعصر الجلاند وينزل منها السلايفا. ده كان البرانش الثاني والكبير اللي كان خرج من الجلوسوفارينجيال نيرف. البرانش الثالث كمان عباره عن سنسور برانش اسمه كاروتيد برانش، هيغذي الكاروتيد ساينس والكاروتيد بودي. البرانش الثالث كانش واحد، ده كان مجموعه من برانشز اسمها فارينجيال برانشز، رايحه لتكون بليكسس. هذه البليكسس تقع على الميدل كونستريكتور يسموها فارينجيال بليكسس. اشترك في تكوين هذه البليكسس الاتي: فارينجيال برانشز من الجلوسوفارينجيال، وبرانشز او فارينجيال برانشز من الفيجاس، وايضا سيمباثيتك برانشز من الارترز القريبه من هذه المصل من او هذه البليكسس. طيب بعد كده في سنسوري برانش رايح يغذي البلاتين تونسل، وهناك تيرمينال برانش اللي هو تيرمينال لينجوال برانش، رايح يغذي البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج بنوعين اثنين من السنسيشن،
general sensation اللي هو البين والتاتش والتمبريتشر والتيست سنسيشن. اذا التيست سنسيشن من البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج هو جنرال سنسيشن بيشيلهم اللينجوال برانش اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف. اما الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج فكان الجنرال سنسيشن يشيلوا اللينجوال برانش اوف مانديبولار والتيست كان الكوردا تمباناي اوف فيشيال. دي كان استعراض سريع للبرانشز اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف. طيب اما عن الريليشن والبرانش ريليشنز والبرانشز اوف ذا فيجاس نيرف فهنستعرضها من خلال هذا الدياجرام. الثيرويد كارتليج تحت منه الكرايكويد كارتليج اللي هو بيكمل الثيرويد كارتليج في الميكنج اوف ذا لارينكس. تحت منهم على طول هتنزل التراكية. الارش اوف اورتا بتخرج منه البرانشز الكبيره الليفت سبكليفيان الليفت كومن كاروتد. اما الرايت سبكليفيان والرايت كومن كاروتد فكانوا خارجين من البريكيوسيفاليك ترانك بهذه الطريقه. بعد كده دي كانت الفيرست ريب معدي من عليها السبكليفيان ارتري وكانت المصل اللي اسمها سكالينس انتيرو قسمته الى ثلاث اجزاء الفيرست بارت ميديال السكند بارت ديب او بوستيريور الثيرد بارت كان لاترال. الانترنال جاجلر فينز الاثنين بيقعوا لاترال تو ذا كومن كاروتيد ارتريز وبيحوطهم مع بعض انفلوب من دي فاشيا اللي هي الكاروتيد شيس. الانترنال جاجلر في الناحيه الاثنين بيتحد مع السبكليفيان علشان يكونوا البريكيوسيفاليك فينز اللي يتحدوا مع بعض ويعملهم السوبيريور فينا. كيف ده مش موضوعنا صحيح، لكن دلوقتي موضوعنا احنا بعد ما رسمنا الارض اللي هيتحرك عليها الفيجاس نيرف الان نستعرض مسار الفيجاس نيرف والبرانشز اللي خارجه منه. انا عندي ليفت فيجاس ورايت فيجاس، دي الثيرويد جلاند. الليفت فيجاس نيرف، الليفت فيجاس نيرف جاي من الكاروتيد شيز بين الانترنال جاجلر والكومن كاروتيد، مش ان بتوين ذا تو ارتريز الكومن كاروتيد والسبكليفين ارتري، ده على الليفت سايد وبيكمل طريقه انتيرو انت ذا ليفت سايد اوف ارش اوف اورتا. بلو ذا لوور بوردر اوف ارش اوف اورتا كان بيديني برانش راجع عائد الى اللارينجز فبيسموه العائد الى اللارينجز اللي هو الريكرنت لارينجيال نيرف. الريكرنت لارينجيال نيرف على الليفت سايد كان بيعود بعد ما يمر من تحت اللور بوردر اوف ارش اوف اورتا ويمشي بين التراكيه من قدام والاسوفيجس من ورا ورا اللوب اوف ذا ثيرويد جلاند حتى يصل الى مقره النهائي حيثما يغذي الديستريبيوشن بتاعه في اللور هاف اوف ذا ثيرويد كارتريدج. ده كان على الليفت سايد. على الرايت سايد كان الرايت فيجاس نيرف ماشي بين الرايت كومن كاروتيد وبين الانترنال جاجلر فين. بعد كده هيمشي يعدي يعمل كروسنج للسبكليفيان ارتري وهو عند هذه النقطه هيديني انذر برانش مماثل للاخر اللي على الليفت سايد يعود الى اللارينكس بس يعود الى اللارينكس من تحت السبكليفيان ارتري فهيسموه رايت ريكرنت لارينجيال. اذا انا عندي الليفت ريكرنت لارينجيال عائد من تحت الارش اوف اورطه وعندي الرايت ريكرنت لارينجيال عائد لمين؟ لللارينكس من تحت الرايت سبكليفيان ارتري. هيرجع من اللارينكس هيغذوا ايه في اللارينكس؟ هيغذوا اللور هاف اوف ذا لارينكس بموتور وسنسوري نيرف سبلاي. موتور نيرف سبلاي لكل عضلات اللارينكس ما عدا عضله واحده بس اسمها الكريكو ثيرويد ماسل ويديك سنسوري انرفيشن للميوكس ممبرين في اللور هاف اوف ذا لارينكس. طيب ده هناخد برانشات البرانشز اللي خارجه من الفيجاس نيرف من تحت لفوق. خدنا من تحت الريكورنت لارينجيال نيرف، نطلع فوق شويه هنجد في نيرف تاني رايح لللارينكس بس من فوق اسمه السوبيريور لارينجيال نيرف. انا عندي اتنين على كل سايد، كل سوبيريور لارينجيال نيرف جاي من فوق، امال انا ليه ما سميتش اللي تحت انفيريور لارينجيال؟ انفيريور لارينجيال كان وصل لللارينكس من نفس المستوى ده، انما كونه نزل ورجع تاني فسميته ريكرنت لارينجيال. مفيش انفيريور لارينجيال نيرف، مفيش انفيريور لارينجيال نيرف، في فقط سوبيريور لارينجيال وريكرنت لارينجيال نيرف. السوبيريور لارينجيال نيرف
يخرج من الفيجاس نيرف من فوق مستوى اللارينكس، هينقسم لقسمين اتنين، اكسترنال لارينجيال وانترنال لارينجيال. الاكسترنال لارينجيال هيغذي عضلة واحدة فقط اسمها الكريكوسايلود ماسل، اما الانترنال لارينجيال نيرف فكان اخترق الميوكس، اخترق السيروهيود ميمبرين اللي جاي من السيرويد كارتج راح للهيود بون وهيدخل للميوكس ميمبرين اوف ذا ابر هاف اوف ذا لارينكس عشان يغذيه. اذا السبيرو لارينجيال، اذا اكسترنال لارينجيال وده موتور، موتور الكريكوسايرويد، وانترنال لارينجيال سنسوري للميوكس ميمبرين اوف ذا ابر هاف اوف ذا لارينكس. يبقى دلوقتي عندي اول مجموعه برانشز خارجه من الفيجاس نيرف اسمها لارينجيال برانشز. طيب في فارينجيال برانش، فرينجيال برانش ده انا عايز اقف عنده شويه. فرينجيال برانش اوف فيجاس نيرف، احنا نتذكر مع بعضنا الاكسسوري نيرف اللي كان له اتنين روتس، سباينال روت ده اللي مشي ورجع ورا وساب الكاروت تشيس بانه عدى كروسنج اوفر ذا انترنال جيجلر، جيجلر عشان يغذي العضلتين بتوعه اللي هم الاسترنوماستول والترابيزيس. امال ما اتكلمناش عن الكرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف ده عمل ايه؟ بعد ما ساب الاكسسوري نيرف التحق بالفيجاس نيرف وتوزع من خلال الفيجاس نيرف ببرانش اسمه الفرنجيال برانش. اذا الفرنجيال برانش اوف فيجاس نيرف هو بشحمه ولحمه الكرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف اللي دخل الفيجاس نيرف وتوزع من خلال البرانشز بتاعته للعضلات المختلفه في هذه المنطقه، وهنحكي عليها بعدين في الديب openings او الكافيتيز اللي موجوده في الهيد اند نيك. في بعد كده اتنين تو برانشز، مينينجال برانش للمينينجيز اوف ذا بوستيريور كرينيال فوسا، واوريكولار برانش هيغذي السكن بيهايند ذا لور هاف اوف ذا اوريكل ويغذي السكن اوف ذا اكسترنال اوديتروميتس في البوستيريور هاف ايضا، ويغذي السكن اوف ذا بيغذي جزء من التمبانيك ممبرين. ده كان الديستريبيوشن او البرانشز اوف ذا فيجاس نيرف. من الملاحظ ان البرانشز اوف ذا فيجاس نيرف مرات تدي للمينيجيس، مرات تدي للاوريكل، مرات للفارينكس، مرات لللارينكس من فوق ومن تحت. ده كان في كمان كاردياك برانشز، اتنين كاردياك برانشز كانوا خارجين، سوبيريور وانفيريور كاردياك برانشز. السوبيريور وانفيريور كاردياك برانشز كانوا بيشتركوا في مع اذر برانشز في تكوين الكاردياك بليكسس. كاردياك بليكسس ديت اتعرضنا لها قبل كده في الثوركس، كان شارك السوبيريور والانفيريور كارديك برانشز اوف فيجاس اللي كان مرهم على السبكليفيان ارتري وراحوا شاركهم في تكوين الكاردياك بليكسز. هذا الديستريبيوشن الغريب للفيجاس نيرف اعطى الايحاء بانه نيرف حائر متحير، مرات يدي الاير، المينينجيس، الفارينكس، اللارينكس، الهارت، فمن هنا سموه الحائر او الغامض. ده كان ملخص سريع للريليشنز والبرانشز اوف ذا فيجاس نيرف. طيب